بدنا للحديث أكثر حول هذا الشأن. ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة العقيد عادل عبد الكافي، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد، أهلا وسهلا بك معنا في قناة تناصح. أولا نريد ما هي دلالة إعلان الحقول النفطية منطقة عسكرية وبتحديد مغلقة إلا بإذن من غرفة عمليات سرت الكبرى، على لسان الناطق باسم ما تسمى عملية الكرامة أحمد المسماري. نعم، تحية طيبة لك وكذلك مشاهدين قناتكم. بالتأكيد هذا يأتي في إطار نستطيع أن نوصفه بدقة الانفلات العسكري الذي حدث في تلك المنطقة الحساسة من مناطق ليبيا، كونها مليئة بالمواني النفطية وأيضا قريبة من حقول النفط، وقد جلبوا عصابات المرتزقة والعدل والمساواة في السابق واستعانوا بهم في عملياتهم العسكرية. ترتب عليه وجود بعض هذه المجموعات، أيضا الطرف الآخر وهو بعض العناصر الإرهابية التي استعانت بها أيضا عملية الكرامة في عملياتها السابقة في وضع سواء كانت في مناطق درنة أو بنغازي، ثم وفرت لها الممرات إلى مدينة سرت ومناطق المحاذية لبن وليد. فأصبحت هذه المجموعات تحتكم أو تسيطر على وتتحرك في هذه الرقعة الجغرافية، مما تشكل خطورة على هذه المواقع. والأدهى والأمر أن هذه المجموعات لم تعد عملية الكرامة تسيطر عليها، نظرا طبعا لشح الأموال والمعاناة. وتصور هذا واضح للعيان عندما يخرج أحد قيادات الكرامة محمود الورسلي ويتم تسريب تسجيل عن معاناتهم بعدم توفير السيولة ولا الأموال ولا غيره، فهذا مؤشر يدل بمنتهى الوضوح أن عملية الكرامة تعاني من أزمات مالية كبيرة جدا، أو ربما هذه الأموال التي تحصل عليها من الإمارات ونهبوها من بنوك المنطقة الشرقية تحت عدة مسميات، سواء كان بواسطة الجسم الموالي لهم المتمثل في البرلمان. طيب سيادة العقيد، عبر حكومة عبد الله سني. خلاصة الأمر، هذه المجموعات أصبحت خارج السيطرة من قبل غرفة العمليات أو قيادات الكرامة، واستباحت تلك المنطقة. طيب، ولكن سيادة العقيد، من جهة أخرى، منذ سيادة العقيد وأهالي المنطقة، سيادة العقيد، ولكن من جهة نظر أخرى، منذ أكثر من سنة أعلنت قوات ما تسمى عملية الكرامة السيطرة على الحقول النفطية. بالتأكيد نعم، هي سيطرت من خلال هذه الأذرع العسكرية، سواء مجموعات داعش أو مجموعات العدل والمساواة والمرتزقة. بالفعل دعمتها بمجموعات وعناصر ليبية وسيطرت بها على المواني النفطية، وترتب عليها مواجهات سابقة. ولكن طبعا في ظل الانحصار لقائد عملية الكرامة، وأصبح لا يثق إلا في بعض القوى العسكرية التي يقودها أبنائي في منطقة الرجمة تحديدا، ويريد تأمين مواقعي وتمركزاتي نظرا للتغيرات العسكرية والانقلابات والانشقاقات والتداعيات التي تدور الآن سواء على مستوى فرج قعيم أو قبيلة العواجير التي دعمت عملية الكرامة أو محمود الورسلي الذي أصبح يتذمر علني ويهدد علني في عون الفرجاني، وأيضا في قيادات الكرامة منهم حفتر أنه سيفضحه وغير. هذه التداعيات حقيقة ناهيك عن الانشقاقات من أطراف إعلامية وسياسية وعسكرية وأمنية، هذه كلها وانتشار الجريمة المنظمة أيضا، أضف إلى ذلك هذه كلها حقيقة أصبحت تشكل خطورة وتؤرق قائد عملية الكرامة. فلذلك تم سحب بعض القوى الموالية له والتي يثق في أنها ستحميه هو وابنائي، ويحاول أن يعمل بها طوق أمني حول نفسي وحول قياداتي التي يثق فيها. طيب، ولكن ترتب عليه أن تكون تلك المنطقة خارج سيطرته وتحت سيطرة عصابات العدل والمساواة وبعض العناصر الليبية. طيب، ولكن سيادة العقيد، أيضا الكثير من المشاهدين للشأن الليبي والمتابعين أيضا يرون أن هذه العملية، أي إعلان الحقول النفطية منطقة عسكرية إلا بإذن من غرفة عمليات سرت الكبرى، يرونها أنها لربما تهديد لمدينة سرت أو إعلان انطلاق الحرب في مدينة سرت من قبل ميليشيات ما تسمى الكرامة أو السيطرة عليها بالأحرى. سيدي الكريم، سأكون صريح جدا جدا وواضح جدا جدا في هذه الجزئية. نعم، نحن عانينا على مدار 3 أعوام أو 4 أعوام عفوا منذ انطلاق عملية الكرامة في 2014 من تهديدات متكررة، تهديدات بتصعيد، تهديدات باحتلال مصراتة وبطرابلس وبوصفهم ميليشيات وخوارج وغيري، وتهديدات لرئاسة الأركان العامة في طرابلس منذ 2014 إنهم سيقتحمون
طرابلس وغيره، ولكن قلناها ونؤكد عليها ونكون صراحة، لا يمتلك حفتر القوة العسكرية التي يستطيع بها التوجه إلى المنطقة الوسطى أو المنطقة الغربية. يا سيدي الكريم، بغض النظر عن التجاذبات السياسية أو الانقسامات العسكرية، هنالك شرفاء من أبناء هذا الوطن لديهم الإرادة الحقيقية في القضاء نهائيا على تواجد حفتر وإصابته. هذه نقطة لا يختلف عليها الكثيرين. لا نقول هدوء الأوضاع الآن تشير إلى 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 حالة من الاستقرار، ولكن على العكس الوضع الآن يعتبر بركان سينفجر في أي لحظة. هنالك قوة كبيرة جدا تستطيع أن توقف قائد عملية كرامة عند حد والقضاء في حال أن تجرأ إلى المنطقة الغربية. وتصور الآن الخطوات التي تتخذ في المنطقة الغربية تحديدا، أتصور أن هنالك في نسبة من الاستقرار في المنطقة الغربية بالقضاء على بعض العصابات أو بإعادة الجدولة أو التركيب أو الهيكلة، يعني كما يسميها البعض، ولكن هنالك نوع نسبي من الاستقرار. ولكن هذا الاستقرار إن شعر بالتهديد من طرف قائد عملية الكرامة سيكون له تحرك قوي جدا، لن يقف عند حدود معينة. ولذلك قائد عملية الكرامة والدول الداعمة له تقرأ هذا الأمر جيدا، تقرأ هذا المشهد. الدول الغربية التي لديها مصالح في ليبيا وتريد الأمور أن تستقر في ليبيا وتلعب لعبة السياسة، أيضا لها مصالح تريد أن تحقق الاستقرار عبر بعض الأجسام أو الشخصيات، ولكن هذه الدول أيضا لا ترتبط ولا تربط مصيرها بأسماء. يعني عندما تحدث أنا عن فايز السراج أقول فايز السراج يذهب ويأتي غيره. الدول الغربية لا تتمسك باسم فايز السراج فقط، ولكن ربما تستعين بأسماء أخرى. فليبيا بها الكثير من الأسماء التي تتعامل مع هذه الدول الغربية، ولديها أيضا الطموح في هذا التعامل، وتستطيع الدول الغربية أن تتعامل معهم مباشرة وتستعين بهم لتحقيق مصالحها. أقصد هنا الأمر بخصوص تهديدات قائد عملية الكرامة هي غير واقعية، لن يستطيع أو يجرؤ بهذا العمل. ربما يحاول أن يشعل فتيل الحرب، ولكن لن يستطيع أن يخمدها. نعم، أعتقد أن الرأي قد وصلت. سيادة العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.